إلى ملف الأزمة الأوكرانية المستمر وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حث الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي مواطنيه على مواصلة مقاومتهم ضد القوات الروسية مع دخول الغزو يومه 11. وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا تستعد لقصف مدينة أوديسا الساحلية الواقعة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا. هذا وقد قالت السلطات الأوكرانية إن قذيفتي هاون ومدفعية أصابت نقطة تفتيش في ضاحية إيربن شمالية غرب كييف، وكان من بين الضحايا طفلان. وتصاعدت الأحد حالة القلق لدى المدنيين المحاصرين في مدينتي ماريوبول وفلونوفاكا المحاصرتين في جنوب شرقي أوكرانيا. وانقطعت الكهرباء عن ماريوبول منذ 5 أيام، وانقطعت المياه عن بعضها، وشبكات الهاتف المحمول معطلة بحسب عمدة المدينة، الذي أضاف أنهم غير قادرين على انتشال الجثث مع قصف الضربات الروسية للمدينة. فيما قال مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قال إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى البلاد المجاورة في غضون 10 أيام، وذلك في تغريدة على تويتر وصفها غراندي بأنها أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما لا تزال القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة كييف ومدن أخرى. يبحث العالم سبل تلافي آثار الحرب، خاصة على الدول المحيطة على وحلفائها أمريكا من دول الناتو. لمناقشة أهم تفاصيل هذه الحرب ومتابعة آخر التطورات في أوكرانيا، ينضم إلينا الآن داخل عبر الأقمار الاصطناعية ضياء الدين عبد الرحمن، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الدولية. مرحبا بك. نعم، فقدنا الخبير. وطبعا مشاهدينا الكرام، نحن دائما مع الأحداث نتابع مستجدات الأوضاع محليا وخارجيا. ولحين العودة مجددا للضيف، جاءنا الخبر العاجل أن أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو قبل قليل جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني. وقال دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهورية اليوم، قال إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار وتأمين سياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم. إذن كان هذا عاجل في الطوارئ الاقتصادية بتأدية القسم وإصدار جملة من القرارات لمعالجة المضاربات. نعود مجددا لملف أوكرانيا، وضياء الدين ينضم إلينا الآن عبر خط الهاتف. مرحبا ومساء الخير. أهلا ومرحبا بكم، ومساء الخير لكل أستاذ المشاهدين. نعم، يعني أستاذ ضياء، كيف تقيم الأوضاع الآن في ظل الهجوم الروسي المستمر حتى الآن على أوكرانيا؟ السلام عليكم، مساء الخير. الآن الهجوم أو القصف الروسي على أوكرانيا من أكبر الأزمات بعد أزمة الكورونا السابقة اللي نسيها العالم حاليا، وبقى مركز على القصف الروسي على أوكرانيا، وهو بالتأكيد بيأثر على كل العالم، على كل دول العالم، ليس فقط أوروبا بل في كل دول العالم، أفريقيا وأمريكا وآسيا. فبالتأكيد هو يعني العالم الآن يعيش في لحظة من التوتر، في لحظة من الاصطفاف ما بين مؤيد وبين معارض للحرب، وهي حرب وجودية بين قوسين نسميها للروس. هم بيعتبروا أوكرانيا تشكل لهم مهددات أمنية على أمنهم القومي. الناتو عنده انتشار كبير جدا في كل الحدود الروسية بكافة الاتجاهات، والطرفين لم يصلوا لاتفاق حول السياق
اللي طالبت بها روسيا، وبالتالي الآن أصبحنا في وضع بتاع حرب، وما معروف الحرب اللي ممكن ينتهي على شنو حتى الآن. نعم. التقدم الآن مستمر على العاصمة كييف، وهي على وشك يعني السقوط في أي لحظة من اللحظات برغم المقاومة والثبات الأوكراني. لكن الآن يعني لدينا أكثر من 1,000,000 لاجئ أوكراني غادر العاصمة، اتجه نحو الحدود البولندية في مدينة لفيف. الحرب الآن في كافة الاتجاهات، الانفصاليين متقدمين في دونباس، متقدمين في خاركيف، في عدد من المدن الأوكرانية. هي مجرد وقت، يعني يبدو أن الروس هم حيدخلوا كييف يعني العاصمة الأوكرانية. طيب، يعني حتى الآن كيف يعني ترى تداعيات هذه الحرب على العالم وخصوصا على الأوضاع الاقتصادية؟ يعني الحديث الآن عن عقوبات غير مسبوقة أقرتها أمريكا ودول الغرب الأوروبية على روسيا. بالتأكيد هي يعني بتسبب لنا كوارث كبيرة. نعم. على مستوى العالم الاقتصادي، اقتصاديا تحديدا، يعني الآن أوكرانيا وروسيا بالتحديد هما دولتين يعني بيدوا، لو جينا نظرنا فقط على العالم العربي، بيدوا كل دول العالم العربي القمح، يعني وهو ده من السلع الاستراتيجية بيحتمل عليها شعوب المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. فبالتأكيد الآن الاستيراد حيتأثر. الآن توقفت معظم البنوك الروسية من الشبكة الدولية للتحويلات بسبب العقوبات، وهي طبعا عقوبات غير مسبوقة، وهي عقوبات لا تخنق فقط يعني روسيا، هي بل تخنق حتى أوروبا. يعني أوروبا لأنه أكبر مستهلك للطاقة، روسيا هي معروفة إنها بتنتج كميات ضخمة جدا من الغاز على مستوى العالم، الوقود، البترول هو معظمه من روسيا. يكفي إنه ألمانيا الآن أوقفت الأعمال في خط الغاز اللي بيربطها مع روسيا، وهي أكثر حوجة بالنسبة لها. يعني بالتأكيد الآن هي يعني حرب كارثية. العالم الغربي تحديدا وأمريكا هم لا يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من ذلك، يعني لأنه أي يعني محاولة للتدخل العسكري ستحول الأمور إلى أسوأ بطبيعة الحال. لكن ماذا عن المفاوضات يعني أستاذ ما بين الدولتين في بيلاروسيا؟ المفاوضات الآن هي جارية تحديدا في بيلاروسيا. نعم. حول طلب روسي واضح بأنه الاحتراف الأوكراني بضم دونباس والقرم لروسيا، يعني هم طالبوا بالمسألة دي، وإبعاد كل أشكال التسلح لحلف الناتو في دولة أوكرانيا. دي المطالب الروسية اللي رفضتها أوكرانيا من أول جلسة للاجتماعات المشتركة بأنه هي لن تحترف بدونباس والقرم لروسيا. الآن في زي محور فيه تبادل للثقة بين الطرفين حول تبادل الأسرى للحرب الآن الحالية، ويعني هو فيه تقدم، لكن في اعتقادي هي المسألة صعبة جدا الوصول لحل وسط في قضية مثل هذه. يعني نعم، نحن نشكرك جزيل الشكر أستاذ عبادي على هذه المعلومات، شكرا جزيلا.